بناء على توجيه معالي رئيس مؤسسة الشهداء المحترم، اليوم تم تفويج 46 حاج جوا من محافظة واسط التابعين لمديرية شهداء واسط، ولله الحمد. إن شاء الله ندعو من الله العلي القدير أن يوفق الحجاج في حجهم، ونشكر حقيقة الكادر المؤسسة وكذلك الحكومة المحلية في واسط لما وفرت من حماية، سواء على قيادة واسط أو مدير الشرطة مديرية مرور واسط. كذلك نشكر أيضا مكتب هيئة الحج والعمرة وعلى رأسها الحاج وسام أبو قلل. عدد الحجاج 49 واحد وياي أنا والمرشد، طبعا كلهم من ذوي الشهداء، قافلة ذوي الشهداء، وتفوجنا هسه الآن راح نطلع من الكوت نتوجه إلى الصويرة ناخذ العدد المتبقي من حجاجنا إن شاء الله. مؤسسة الشهداء ما قصروا بالدعم المادي والمعنوي ويانا بكل شيء، يعني كل شيء ما قصروا ويانا، هيئونا المكان، الراحة النفسية، وإضافة إلى أنه كل الحجاج يعني متشكرين منكم إن شاء الله. خدمات جيدة ولا بأس فيها، مشكورين من عندهم من عندكم. والله قدمون هدية 500 الواحد وجنات، قدموا كل المطلوب لهذه العملية المباركة إن شاء الله، ونتمنى لهم كل التوفيق بكل أعمالهم إن شاء الله. قدمون المسائل اللي مستلزمات الحج، يعني كل شيء قدموه، ومشكورين على جهودهم، وبارك الله بهم.